مشاهدينا الكرام متتبعي القناة الوطنية الأولى، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الرياضي مع كرة القدم المصغرة. معايا المحلل الفني الحكم ثامر بن سالم. ثامر مرحبا بك، كان تعطينا فكرة على هذه البطولة. هذه كاس اوروبا اللي قاعده تدور في المجر، وهذه المقابله اللي باش تنطلق تو امامنا، المنتخب البوسني، هذا المنتخب البوسني ضد المنتخب الاوكراني. منتخب البوسني اذا يتقابل مع المنتخب الاوكراني، مباراه شيقه، مباراه فيها موازين القوى متقاربه بين البوسنة وأوكرانيا. كان ثمر تعطينا فكرة المجر هي اللي تحتضن هذه الكأس. أي نعم، المجر تحتضن الكأس هذه، فيها عديد المنتخبات. هذه لعبة الميني فوت، طبعا المنتخب الإنجليزي الألماني، برشا منتخبات قوية، منتخب تشيكي أيضا. على لهنا عدد الجماهير مش كبير برشا، تمشي بشوي بشوي الكأس أوروبا هذه وتمشي وتزيد باش تاخذ معناتها صدى خير من هكا. هذه لعبه كره القدم المصغره، لعبه يعني سخونه، لعبه حماسيه بالكدا، باش نشوفوا مع بعضنا فيها برشا. ثامر سمحني، تو هذه فرصه معناها باش الجمهور التونسي يتعرف على هذه اللعبه وقوانينها، خاصه انه تونس مقدمه ترشحها لاحتضان لاحتضان هذه التظاهره العالميه الكبيره. اي نعم، في السنه المقبله ان شاء الله بحرص كبير من رئيس الجامعه التونسيه كرة قدم مصغرة، وعندنا حظوظنا يظل وافرة إن شاء الله بقدرة ربي، حظوظنا وافرة بالقدي بالقدي باش نحتضنوا في 2017 كأس العالم. أي نعم، كأس العالم لكرة القدم المصغرة إن شاء الله هتدور بتونس. هذه معناتها فرصة إن شاء الله نحاولوا نستغلوها كما يلزم قدرة ربي، إن شاء الله ربي معنا وناخذوا التنظيم، معناتها يكون لنا الشرف باش ننظموا كاس العالم هذه في تونس. وهذا الموعد مش بعيد ثامر، الموعد يوم 27 من الشهر، من هذا الشهر بالضبط، في بودابست. في بودابست يعني الجماهير التونسيه باش تبقى على احرق الجمر في انتظار النتيجه، لكن باذن الله معناها تونس ماشيه نحو احتضان هذه التظاهره. بالضبط، هو في اخر كاس اوروبا هذه ان شاء الله في المجر في بودابست بالذات، باش يصير التصويت، باش يصير التصويت على شكون باش يحتضن كاس العالم هذه. ان شاء الله حظوظنا وافره بالكدا، نعرفوا اللي فما وفد رسمي من تونس باش يتجه يعني في القريب الى بودابست وباش يحضر التصويت هذا. قدره الله كما قلنا ان شاء الله حظوظنا وافره بالكدا، ويكون لنا شرف لتنظيم كاس العالم هذه لكل قدم كبير. بتاعنا هو سنغافوره، لكن الاتحاد الدولي انبهر بالملف اللي قدمته تونس. بالضبط، ملف كبير بتاع تونس، ملف كامل وشامل. نعرفوا تونس معناتها فيها عديد الملاعب الصالحة للعب، بخلاف وأنه معناتها في صورة ما ناخذوا تنظيم كأس العالم إن شاء الله. إن شاء الله السلطات لهنا والمعنيين بالأمر والسيد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم والصغرى السيد أشرف بن صالح حريص على أنه معناتها باش يكون فما ملعب، فما مفاجآت كبيرة إن شاء الله تنتظر محبي كرة القدم في تونس وبالخصوص كرة قدم مصغرة. باش يكون عندنا ملعب عالمي، باش يكون عندنا ملعب عالمي في تونس بقدرة ربي، والمفاجآت إن شاء الله ما زالت قدام. وأول مرة ثامر، أول مرة الاتحاد الأوروبي يعطي الشارع معناها مجالا للبلدان الأفريقية والعربية لمتابعة هذه التظاهرة. بالضبط، علاش؟ لأنه يحب يعرف أكثر بها. مشكور. أو طقم التحكيم أمامنا، طقم التحكيم أمامنا كنا نشوف فيه. قلت لك الاتحاد الأوروبي يعطي إن شاء الله مجانا حقوق البث سواء كان للتلفزيون التونسية أو لبقية البلدان العربية والأفريقية، وهذا كله يدخل في إطار تسويق هذه الرياضة ولا التحضير للأرضية، تسويق اللعبة هذه. هذا كله يدخل يعني في كما نقولوا نحن في حرب الأعصاب ما قبل التصويت لاحتضان كأس العالم. مشكورة التلفزة الوطنية باش تبث معناتها كأس أوروبا هذه معناتها في المباشر، ومحظوظين زادة حتى معناتها محبي كرة القدم بتونس باش يتابعوا هذه اللعبة، ملعبة شيقة برشا، وان شاء الله هذا الكل في صالح تونس، في صالح حتى السياحة بعد في تونس، في صالحنا الكل.
هذا الملعب ثامر تم تشييده بامكانيات صخر وامكانيات كبيره جدا في المجر لاحتضان هذه التظاهره. يعني شوف قديش قاعدين يدفعوا في الاموال كبيرة، تجهيزات كبيره من اجل معناها اشعاع هذه الرياضه بالضبط. والتقدم بها يعني باش تكسب اكثر مشاهدين. هذا المدرب فولديمير مدرب المنتخب البوسني انطلاق المباراه. وتو نسمع القوانين من عندك بين البوسنه والهرسك والاوكران. نسمع القوانين المباراه قداش دوم؟ المباراه تدوم شوطين ب 30 دقيقه كل شوط. اللعبه هذه متكونه على الميدان ساعه ثامر نعطي فكره المتتبعين القناه الوطنيه الاولى عليك انت حكم في كرة القدم داخل القاعات. اي نعم انا حكم دولي منذ 2010 في كرة قدم داخل القاعات وايضا وان شاء الله بقدرة ربي وحكمت البارح في كرة القدم الشاطئية بالضبط في الدورة. يعني لو تطلب منا البلاد نقل لاخر تونس ونروجوا للسياحة، نروجوا لكرة القدم، نروجوا للمناطق الداخلية كيما تزركة كيما ساحلين كيما اي منطقه في تونس وقت اللي يحتاجونا يلزم يلقاونا بحذاهم. بالفعل فما برشا زوار جاونا لهنا، معناتها يلزم نكونوا تحت الطلب ونلبيوا هذا واجب وطني. يعطيك الصحه ثامر. اذا قلت لي نص ساعه كل شوط. نص ساعه كل شوط يعني باش تلقى خمسه لاعبين وحارس مرمى لكل فريق. سته يعني؟ بالضبط. يعني المثال نجم نعطيه حتى هذا ملعب يعني ملعب مصغر لكرة القدم يكون الطول متاعه بين 44 و 50 متر والعرض متاعه بين 24 و 30 متر. المساحة كما نقولوا نحن في كرة القدم 11 المنطقة سيرفاس دو ريباراسيون هي 4 متر على 6 متر. ايوه 4 على 6 متر يعني نبعدوا 4 متر على القائم الايمن ولا القائم الايسر 4 متر وندخلوا للميدان ب 6 متر. واضح باش تكون هذه منطقه الجزاء. واضح ونلاحظوا لهنا النقطه نتاع ضربه الجزاء تكون خارج منطقه الجزاء اللي هي 6 متر تبعد على. ايش معناها خارج منطقه الجزاء؟ يعني منطقه لو معناها المخالفه التنفيذ ما تكونش داخل. نعم واضح التنفيذ من خارج منطقه الجزاء اللي هي تبعد على المرمى تبعد على خط المرمى 6 متر و45. ما هو مهم جدا باش نعطيو فكره للجماهير باش تعرف قوانين اللعبه. بالضبط مش ندخلوا في التفاصيل وكوره من هذا لهذا لابد الانسان يتفرج في الرياضه يجب يعرف قوانينها. بالضبط قوانينها يعني باش نلاحظوا تو بشوية هذه فترة نتاع جس نبض بين الفريقين منا ومنا نشوفوا حتى حارس المرمى ينجم يدخل باش يعمل كيما نقولوا نحن بين قوسين سور نومبر معناتها فهمتني؟ يخلق التفوق العددي. بالضبط. ثامر الانذارات كيما كرة القدم يعني كيما كرة القدم انذارات يخرج ورقة حمراء بالضبط. ورقة حمراء ما يتعوضش في اللاعب التماس يتلعب باليد الركنية بالضبط. يعني برشا حاجات كيما كرة القدم ما حداش ما فيهاش فرق بعيد إلا المساحة الميدان وعدد اللاعبين طبعا وعدد اللاعبين. شكرا لك ثامر بن سالم المحلل الفني نتاعنا في هذه المباراة اللي تجمع أوكرانيا بالبوسنة والهرسك في إطار كأس أوروبا للأمم. وقلنا في أول مصافحة معكم مشاهدينا الكرام أن تونس هي البلد المرشح رقم واحد والمؤهل رقم واحد رغم منافسة سنغافورة لاحتضان هذه التظاهرة في الموسم القادم إن شاء الله. وهذا كله بفضل حرص كل المسؤولين من كل المواقع على كسب هذا الحدث رغم المنافسة الكبيرة من سنغافورة. ملف كبير حظي بانبهار أكبر من الاتحاد الأوروبي وإن شاء الله تونس تكون هي اللي باش يحتضن هذه التظاهرة اللي باش تزيد في التعريف ببلادنا باش تزيد في السمعة الناصعة اللي تكتسبها تونس. البارح على امتداد يومين معناها عشنا فترات خارقة العادة البيتش سكر كرة القدم الشاطئية بمشاركة خمسة بلدان تونس الجزائر ليبيا فرنسا اسبانيا. التحكيم كان تونسي وهيثم بن سالم كان على راس
حكامنا اللي قادوا هذه الدورة بهدف هدف جميل. هذا الهدف 4 دقائق و27 ثانية باش يلغيه على خاطر لهنا هز يده الحكم ونعرفوا كيف هز يده الحكم. هي مخالفة غير مباشرة. شوفوا المخالفة تنفذت مباشرة ودخلت الميدان. هنا نشاهدوا الإعادة ثمر هدف لصالح المنتخب. إذا كان هاكا هز يده الحكم، إذا كان فيه لمس ألغي الهدف. ألغي الهدف. هدف أبيض بالضبط. يعني كما نقولوا في كرة القدم هدف أبيض بالضبط. للمنتخب الأوكراني. الأوكراني في الدقيقة 5 منذ انطلاق هذه المباراة اللي تحتضنها المجر، وإن شاء الله تظهر الجاية نقولوا تحتضنها تونس إن شاء الله، لأن تونس عندها كل 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 الإمكانيات، كل مقومات الاحتضان. وشفنا ثامر، شفنا يعني في تزركة حدث كبير بحضور 5 بلدان، 5 منتخبات بالضبط. شفنا معناها حضور جماهيري كبير. شوف الحارس يقدم، شوف الحارس ينجم يقدم حتى الغادي وكان يسجل بالضبط. هذه لعبه يعني في كره قدم مصغره وملعب صغير باش نلاحظوا مع بعضنا خويا شكيب، ونلاحظوا خيالنا الكل المشاهدين، اللي اللعبه هذه معناتها يلزم الناس كلها تتحرك، يلزم الناس كلها تدور في الملعب، الناس كلها تخصها اللعب في اللحظه هذيك بالذات. ولو نشوفوا واحد مثال من الفريق قال الاخر ينزل شويه اللياقه البدنيه نتاعو، يصير كيما نقولوا الديزيكيليبر يعني يصير التوازن بالضبط، التوازن يتفقد. معناها يلزم يعني يقدموا لهنا ما تلقاش يعني كيما نقولوا شكون مدافع شكون مهاجم، الكل يدافع الكل يهاجم. وهذا كما قلت يلزم اللاعبين الكل يتحركوا بالضبط. هيرسيفو نيفا هو صاحب المحاوله والتسديده الاخيره. هذا حكم المباراة، هذا حكم دولي، حكم دولي. ملاحظة وأنه في الدوبل في ام اف يعني الجامعة الدولية لكرة القدم المصغرة الحكام الدوليين يكونوا عندهم ليسونس A كما نقولوا نحن، إجازة A، إجازة A باش ينجموا يحكموا في المباريات الدولية. وفما الحكام الآخرين اللي يكون عندهم الإجازة B والإجازة سي، هذوكم اللي حكموا على نطاق الوطني كل واحد في بلاده. أنا لاحظت ثمر أنه يقع الاعتماد على التصويبات برشا، يعني التصويب من مسافات البعيدة ما يقعش الدخول بالكرة للمنطقة، لأنه ربما كثرة العدد اللاعبين في المنطقة هذيك ما يخلي لهمش الإمكانية باش يراوغوا ولا هذاك، علاش قاعدين يحاولوا بالتسديد من بعيد. خاصة في الفترة الأولى تو نشوفوا 7 دقائق لعب، يعني كيما نقولوا مازالت ما تفكتش اسرار اللعبه من الفريقين من هنا. يقول معناتها عن طريق تسديده ينجم يتسجل هدف الاولاني تتحل اسرار اللعبه. هذه كانت محاوله للمنتخب الاوكراني. الاوكراني تبعتي لكم مع بعد قليل نتائج ضربة مرمى للمنتخب البوسني. وهذه ضربة مرمى لصالح المنتخب البوسني. مازال النسق يعني نوعا ما بطيء في أول لعبة، في أول مقابلة في للفريقين للمنتخبين في. سمحني ثامر باش نعطيو النتائج بالاستعانة بزميلنا زياد السالمي مشكور. نبداو مونتينيغرو فازت على أستراليا 2-1. المنتخب الكرواتي والتعادل مع المنتخب اليوناني هدف مقابل هدف. هذه إصابة للحارس. روسيا فازت على إيطاليا بنتيجة أكثر من عريضة 11 مقابل شيء، هذا دليل هناك منتخبات قوية قوية بالجاي. ومنتخب المجر انتصر على سلوفينيا هدف مقابل صفر، يعني البلد المنظم فاز بنتيجة هدف مقابل صفر على سلوفينيا. هذه النتائج الكاملة وفينا بها مشكور زميلنا زياد السالمي. وأحسن فريق في أوروبا هو الفريق الروماني، 5 مرات بطل أوروبا، 5 مرات بطل أوروبا. وفي المرتبة الثانية المنتخب التشيكي. هذه اللقطة اللي تعرض لها الإصابة. ثم منتخب مونتينيغرو، كرواتيا، ألمانيا وروسيا. ملاحظة لهنا خويا شكيب وانه المنتخبات يعني عندها صيت كبير وعندها اسبقية كبيرة ياسر، عندها امكانيات كبيرة، عندها تقاليد في اللعبة. وان شاء الله ان شاء الله نكونوا احنا بقدرة ربي معناها في وقت مش قدرة ربي عندنا الفرق وعندنا المنتخب اللي ينجم. هذا الحكم اللي شاهدوا فيه امامنا ثامر هو اللي زفر مباراة تونس تشيكيا
في الموسم الماضي في تونس. في تونس بالضبط بالضبط. وربح حتى تشيكيا، كان الانتصار لتشيكيا 3 أهداف مقابل 2، تتذكرها ثامر؟ بالضبط، هنا كانت في منطقة البحيرة في تونس العاصمة. ثامر، لو مثلا نقطة قانونية، معناها نحب ان السادة المشاهدين والتتابعين القناة الوطنية الأولى يتعمقوا أكثر في قوانين هذه اللعبة. سؤالي، لو لاعب مثلا أطلب في إضاعة وقت وإلا الحكم، هل بإمكانه إضافة وقت بدل ضائع بعد 30 دقيقة أم لا؟ يعني كما كرة القدم، بطبيعة الحال كما كرة القدم عنده كل الصلاحيات الحكم، لأنه كرة القدم الشاطئية. لا أنتم بالضبط، كرة القدم الشاطئية يعني فيها بالوقت يقف، ولا كرة القدم نقاطي وقف التوقيت ثم يقف. بالضبط، هو يعني حتى في كرة القدم داخل القاعات يعني غيروا شوية، يعني عدلوا شوية في القانون. لو في يعني كما نقولوا مخالفة مباشرة ولا كرة داخلة مباشرة للمرمى، عندك الصلاحية وأنك تزيدك الثواني حتى لين معناتها تشوف الكرة وين بتدخل المرمى ولا تخرج. شكرا ليك ثامر بن سالم، محللنا الفني في هذه المباراة، ترجع الكرة لصالح المنتخب البوسني. التوقيت أمامكم مشاهدينا الكرام، 11 دقيقة. شفت التصويب اللي حكيت عليه من بعيد بالضبط. للمرة الثالثة والرابعة الحارس الأوكراني يتصدى. كما قلت لك هو شاكيب، سمحني ثامر، اليوم باش نكتشفوا المنتخب الانجليزي. باش نكتشفوا المنتخب الانجليزي، هذا المنتخب اللي لعب ضد تونس وفزنا عليه 6-5 في البحيره. بالضبط، نشوف فيك تعمل هيك معناها في بالك بها المعلومه. بالضبط، كما قلت لك هو شاكيب تولي اليوم مباراه تشيكا البرتغال شاهدوها على القناه الوطنيه الثانيه. ان شاء الله. بطل والبطل الروماني في لقاء كبير ضد المنتخب الفرنسي ان شاء الله اليوم العشيه. وين يقول لي زياد القناه كبيره الساعه الثامنه، الساعه الثامنه ليلا على الوطنيه الثانيه. واسبانيا ليتوانيا من الثامنه للتاسعه ليلا على القناه الوطنيه الثانيه. يعني سبعه كوره، سبعة فرجة محاولة. النسق باش يمشي ويزيد يرتفع. لا، وخاصة الجماهير التونسية، سامحني ثامر، اللي كانت تتبع في مباريات يعني تشيكيا وغيرها وإسبانيا اليوم وإنجلترا اليوم باش تبعها على القناة الوطنية الثانية يعني مباشرة، وباش تكون في موعد مباشر لاكتشاف هذه اللعبه واكتشاف اللاعبين الممتازين العالميين. تفضل ثامر، مرتين قصيت عليك باش تعطي معلومه الان. تفضل. قلت لك يمشي ويرتفع نسق اللعب، ونشوفوا حتى الملاعبيه اللي على الميدان، يعني في ميدان مصغر كيما هكا، مش كيما كره قدم 11، يعني الملاعبيه اللي هنا مطالبين ديما كيما قلنا باش يطلع للهجوم ويرجع للدفاع، وديما مطالب وانه يكون موجود في منطقه اللعب. نعم، يعني جودة كثير. حتى انجلترا. نعم، تفضل سام. نشوفوا لهنا في القانون اللعبه هذه نتاع كره القدم المصغره، يعني حتى اللاعبين الاحتياط المدرب عنده الحق باش يعمل اي تبديل، اي تغيير لاعبين في اي وقت ممكن، يعني التغيير حدود، التغيير مش مرتبط بالثلاثه لاعبين كما كنت قدم العادي. بالضبط بالضبط، يغير الوقت اللي حب والعدد اللي حب. بالضبط، والعدد الجملي نتاع المنتخبات قداش يكون؟ يكون عنده 5 لاعبيه على الميدان و9 على بنك الاحتياط، يعني 14 لاعب. 15 لاعب، 6 على الميدان، 6 على الميدان يعني بالحارس، 5 حارس المرمى. بالضبط، 6 15 و9 15 لاعب. بالضبط، تونس كانت ربحت انجلترا 6-5، ثم تعادلت مع اسبانيا 3-3، وانهزمت امام تشيكيا. هذه مخالفة للمنتخب البوسني. تونس منتخبها ثامر كيف تعرف حديث العهد في هذه الرياضة، لكن
بفضل حرس الكبير. اي 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 هدف جميل. هدف لأوكرانيا، المنتخب الأوكراني سجل الهدف الأول افتتاح النتيجة. هدف مقابل صفر. رقم 7 يسجل الهدف الأول لصالح المنتخب البوسني، عفوا المنتخب البوسني سجل الهدف الأول. أندريس بيلوفيتش. أندريس بيلوفيتش وإعادة للهدف تاع أندري بيلوفيتش. هدف ممتاز، تسديدة بداخل الرجل. شوفوا كما قلت خويا شكيب قيمة التسديدات في هذه اللعبة. منتظر انه يتحول النسق ويرتفع النسق توا بدات تتحل اسرار اللعبه. نعاود زيد نعاود. ثامر باش نعطيك معلومه وللمشاهدين الكرام. حصريا وبدعم من الاتحاد الاوروبي الاتحاد الدولي، تونس باش تكون موجوده في كاس القارات في السنه المقبله ان شاء الله. ان شاء الله. في تشيكيا طبعا، وتواجه منتخبات البرازيل، كندا، تشيكا. الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة قاعدة تقوم بمجهود كبير، ونائب رئيس الاتحاد الدولي هو السيد أشرف بن صالحة، وهذا يخلي تونس بقدرة الله دائما تحظى بالعناية اللازمة، وقريبة جدا قريبة جدا من أصحاب القرار. تونس تبقى البلد اللي يقرأ له ألف حساب. تونس تبقى البلد المبجل في احتضان مثل هذه التظاهرات لما تحظى به من سمعة كبيرة وعالية واهتمام عالي المستوى من أصحاب القرار في هذه الرياضة. وصراحة حتى في باقي الرياضات تونس تحاول دائما الصعود إلى المكانة اللي تستحق، المكانة اللي عودتنا بها الرياضة التونسية ومنتخبنا، رغم أنه حديث العهد ثامر، لكن أنا نتوقع شخصيا، معلش أنت أقرب مني ربما في الأمور هذه، لكن أنا نتوقع وأنه باش يكون عنده مستقبل كبير منتخب في منافسة لعمالقة بتاع هذه الرياضة. المنتخب نتاعنا عنده مستوى طيب طيب جدا، ومازال يتحسن، مازال فما الخدمة، مازال يتحسن من هنا لقدام. نعرفوا المدرب الوطني، وهذا سامحني ثامر، وهذا مش مقياس اللقاء هذا، باش نقول لك علاش. لانه المنتخبات القويه باش تكون في منافسات اليوم العشيه اكيد، وانت تعرف تشيكيا، انجلترا، اسبانيا، المانيا، اكيد هو رومانيا الفائز 5 مرات بكاس اوروبا. بالضبط، شوفوا فرصه ممتازه قريب من الهدف الثاني للمنتخب البوسني. يعني النسق 5 مرات نجم نقولوا نوعا ما بسيط، وفي المساء باش نشوفوا يعني نسق اخر نتاع اللعبه. اي باش نشوفوا نسق، وهذا الفرق بين وباش نشوفوا جماهير يظهر لي 20 مره اكثر من الجماهير اللي حاضر الان في هذه المباراه. قيمه المنتخبات طبعا هي اللي تجلب الفرجه. بالضبط، اللي نسمعوا برومانيا متوج 5 مرات بكاس اوروبا، ومنتخبات قويه كيف ما تشيكا وانجلترا، اسبانيا، المانيا، يعني مستويات عاليه. تونس باش تكون في القريب في منافسه مع منتخبات من الحجم الثقيل، وهذا شرف لتونس، شرف كبير لتونس، شرف لكل العرب. ان شاء الله والأفارقة. الفريق الوطني التونسي يكون جاهز ان شاء الله. ترجع الكره لصالح المنتخب البوسني اللي عنده اسبقيه، هدف مقابل لا شيء عن طريق أندري بوسكوفيتش في الدقيقة. وبعد حفل الافتتاح كان اللقاء المجر سلوفينيا، والانتصار كان للمجر هدف مقابل لا شيء بحضور 5000 متفرج. 5000 متفرج. 5000 متفرج يعني عدد لا بأس به، عدد لا بأس به. وتزامنت هذه المباراة مع الألعاب الأولمبية، يعني اختتام الألعاب الأولمبية، هذاك علاش ما وقعتش بث هذه المباراة، وكانت الأولوية لاختتام الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو 2016، واللي كانت فيها تونس حاضرة طبعا،
وقمنا بتغطية خاصة ومواعيد رياضية قارة يوميا هنا في مؤسسة تلزة التونسية مواكبة لهذا الحدث الرياضي الكبير. والتشويق طبعا باش يبقى الى الادوار الثم النهائيه والنهائيه طبعا وقتها باش نشوفوا الجماهير الكبيره وباش نشوفوا التنافس الحقيقي وباش نشوفوا النسق العالي بالفعل ونشوفوا معناتها فنيات كبيره ولياقه بدنيه ممتازه. شوفوا يعني المنتخب الاوكراني وكانه ماهوش جاهز يعني بدنيا مازال ما رفعش من النسق. وفي انتظار الدور النهائي ثامر قبل الدور النهائي باش يقع الاعلان على البلد اللي باش يستضيف هذه التظاهره في الموسم القادم واكيد باش نتابعوا كاس العالم واكيد باش نتابعوا عمليه القرعه والتصويت والنتيجه النهائيه وان شاء الله يا رب قلوبنا مع تونس ان شاء الله تونس تحظى بالمرتبه الاولى تحظى بالموافقه وتكون في طريق مفتوح ان شاء الله على حسب الملف اللي قدمته تونس. حدث كبير ثامر باش يستقطب اهتمام يعني جماهيري عالمي واكيد باش تجيل وفود واكيد باش تجيل جماهير في متابعه المنتخبات وهذا كله اكيد باش يرجع طبعا بالنفع على تونس وعلى سياحتنا وعلى بلادنا ان شاء الله. واحنا هذا نتمناه وهذا نطلبوه والمسؤولين حريصين ان شاء الله المسؤولين على الفوز بهذه التظاهرة مسابقة كأس العالم في تونس إن شاء الله السنة المقبلة. وتونس دائما تبقى رائدة في هذا المجال. ترجع الكرة من جديد لصالح المنتخب البوسني الأوكراني هدف مقابل لا شيء أسبقية لمنتخب البوسنة. التوقيت أمامكم نهاية الشوط الأول ونهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب البوسني هدف مقابل شيء. هدف سجل عن طريق أندري بيروفيتش في الدقيقة 15 بيروفيتش 32 فريق 8 مجموعات هذه الكأس الأوروبية هاو قاعدين ياخذوا فكرة. وكل مجموعة طبعا فيها 4 منتخبات 4. هذا اللقاء يندرج حساب المجموعة الثامنة. نشوفوا باش تنظم باش تنظم مثل هذه هي التظاهرات يلزم إمكانيات كبيرة. نشوفوا الإمكانيات المتوفرة لهنا في المجر بالرغم صعوبة الطقس كيما نشاهدوا. نشوفوا الأمطار نشوفوا يعني الطقس طقس تونس ممتاز جدا لاحتضان مثل هذه التظاهرات ولا حتى خير من التظاهرات هذه ان شاء الله. ثامر بن سالم محللنا الفني باش نرجعوا مع انطلاق الشوط الثاني. زملائي في قاعه البث النهائي يقولوا لي نرجع لكم بعد قليل. مشاهدينا الكرام متتبعي القناه الوطنيه الاولى نلتقي مع انطلاق الشوط الثاني من هذه المباراه الى اللقاء. مشاهدينا الكرام تحيه رياضيه مجددا في هذا النقل المباشر لمباراة المنتخب البوسني والمنتخب الأوكراني. شوط أول انتهى على نتيجة هدف مقابل لا شيء. تقدم المنتخب البوسني ومرة أخرى نرحب بالمحلل الفني الحكم المعروف هيثم بن سالم. مرحبا بك ثامر بن سالم. مرحبا بك ثامر. بارك الله فيك. إذا هدف لصفر في هذه المسابقة كأس العالم كأس أوروبا بالمجر اللي تحتضنها المجر في كرة القدم المصغرة بمشاركة 8 منتخبات. يعني قلنا المنافسات الكبيرة 32 منتخب عفوا ونعرفوا هاو انطلاق الشوط الثاني. وقلنا أنه المنافسة باش تكون في المقابلات القادمة اللي باش تكون فيها منتخبات من الوزن الثقيل والحجم الثقيل. هدف مقابل شيء اذا اسبقية عن طريق بيروفيتش. الهدف تسجل في الدقيقة 15 من الشوط الاول. ونذكر مشاهدينا الكرام انه يوم 27 من هذا الشهر في بودابست باش يقع الاعلان على البلد اللي باش يحتضن هذه الكأس
الاوروبيه في السنه القادمه، اللي باش يحتضن كاس العالم، كاس العالم في السنه القادمه، وتونس مرشح ومؤهل. منافسه بين تونس وسنغافوره، لكن اللي بغلى وانه الملف ملف نتاع تونس ملف كيما نقولوا ثقيل، ملف مليان فيه كل شيء متكامل. ان شاء الله حظوظ وافره الملف التونسي، وان شاء الله يكون عندنا الحظ والشرف وانا ننظموا كاس العالم. هذا يلزمنا نكونوا حاضرين لكاس العالم 2017 ان شاء الله، نشرفوا صوره تونس في العالم، والنتيجه بتجي قبل الدور النهائي يعني. أكيد. النتيجه بتجي قبل الدور النهائي، وننتظروا فرحه في تونس اللي تبقى دائما مؤهله، واثبتت في اكثر من مناسبه جذرتها باحتضان مثل هذه التظاهرات. وشفنا يعني ما نبعدوش ياسر بالوقت، شفنا كرة قدم الشاطئية اللي انتهت امس الدورة نتاعها، شفنا الخمسة منتخبات. احنا في تونس زي ما قال خويا شكيب عندنا تقاليد كبيرة في التنظيم، معروفين بالتنظيم في تونس، يعني كل الزوار اللي يجيو لتونس كل هاي فرصة هدف في برشا رياضات، معناتها الا وتنال تونس كان الشكر والشرف في التنظيم، يعني تنظيم في مستوى نعم. عالي يعني، وهذا ما يخلي تولى الدوره اللي تمت بتاع كره القدم الشاطئيه، عطات فكره على قدره تونس في احتضان مثل هذه التظاهرات بنجاح. بالضبط. وهذا يزيد يدعم الملف اللي تقدم وانبهر به الاتحاد الدولي، انبهار كبير لاحتضان هذه الكاس العالميه في السنه المقبله. كره القدم الشاطئيه الدوره اللي تمت بنجاح تزيد الدعم ملفنا بقدره الله. هي الدوره هذه نتاع كره القدم الشاطئيه، ولا الدوره اللي صارت في السنه الفارطه بالحمامات زاد في كره القدم الشاطئيه، نعم، كان معناتها تنظيم مستوى عالي، مستوى عالمي بصراحه، وهذا بشهاده يعني كل الحاضرين، كل الأوروبيين اللي جاوا معناتها من كندا، فرنسا، البرازيل السنة الفارطة، إيطاليا، وسنا، وخيانا الليبيين والجزائريين منبهرين، معناتها لقينا منهم كان كل الشكر. هذا قال لك معناتها هذه صورة تونس اللي نعرفوها. إن شاء الله إن شاء الله، وإن شاء الله بقدرة ربي كما قلت قبيل المفاجآت ما زالت جاية لقدام قدرة الله. فرصة هدف ثاني، فرصة الهدف، فرصة نذكروا نقولوا مبروك للمنتخب، فرصة هدف التعادل. نذكروا نقولوا مبروك للمنتخب الليبي اللي فاز البارح بالدورة، منتخب التونسي كان في المرتبة الثانية، حقيقة منتخب ليبي كبير، منتخب ممتاز، منتخب الليبي كرة قدم الشاطئية منتخب ممتاز، فيه لاعبين ممتازين فنيين بدنيين يعني حاضرين بالقدا. وأنا كنت حاضر ثامر وأنت أيضا، وشفت يعني شفت الإعجاب الكبير سواء كان الأشقاء الليبيين الجزائريين أو حتى من المنتخب الفرنسي، وفد المنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني، لقاو قالوا لي لقينا كل الظروف المناسبة واستمتعنا في هذه الفترة معناها بجمال تونس، جمال شواطئ تونس، وفرحوا برشا بحسن الاستقبال والضيافة، وقالوا هذا مش غريب على الشعب التونسي، حقيقة كان تنظيم محكم على جميع المستويات، حتى جماهير تزركة وأهالي تزركة يعني كانوا حاضرين في الموعد، شجعوا، كانوا ممتازين، كانوا معناتها حضور إيجابي جدا، وهذا مش غريب على أهالي تزركة. كارلو فاتشو يخرج الكرة للتماس، وهذا مش غريب طبعا على أهالي تزركة وأهالي كل المدن التونسية في كل بقاع وفي كل نقطة من نقاط هذا البلد العزيز علينا الكل تونس، اللي إن شاء الله تبقى رائدة في هذا المجال وفي كل المجالات. تونس تبقى البلد المضياف، البلد اللي يحتضن بكل حب الضيوف والأشقاء العرب والأفارقة. تابعوا المحاولة فرصة خطيرة على العارضة، وكرة على العارضة، محاولة من جانب المنتخب البوسني، نعم، محاولة للهدف الثاني لكن تضرب على العارضة. نستعرض ثامر سمحني لقاءات اللي باش تجرى في برنامج اليوم، هذه هجمة أخرى للمنتخب البوسني في نفس توقيت مباراة أوكرانيا البوسنة في الهرسك، كازاخستان لاتفيا، مالدوفيا لوكسمبورغ،
المنتخب الإنجليزي يلعب ضد المنتخب قبرص، المنتخب التركي ضد المنتخب الصربي، التشيك تنافس البرتغال، استوريا تلعب ضد بولندا، بلد الغال ضد بلغاريا، سلوفاكيا ضد اسكتلندا، المنتخب الكبير العملاق الروماني ينافس المنتخب الفرنسي. رومانيا منتخب خمس مرات توج بهذه الكأس العالمية. إسبانيا ضد ليتوانيا، بولندا تنافس إيطاليا، روسيا إستونيا، وهذا البرنامج اليوم وأيضا بعض لقاءات من برنامج الغد إن شاء الله لهذه الكأس الأوروبية لكرة القدم المصغرة. لكرة القدم المصغرة. وخذيت فكرة مشاهدينا الكرام مع محللنا الفني الحكم ثامر بن سالم حول قوانين هذه اللعبة، ما تختلفش كثيرا على كرة القدم العادية، فقط هذه 6 لاعبين مش 11، لكن نفس القوانين. ثامر، نفس القوانين تقريبا نفس القوانين كرة القدم 11. هذه معناتها المقابله هذه بين اوكرانيا والبوسنة، يعني النسق كان فيها يعني مش ممتاز برشا. سامحني ثامر، خلينا نعطيو برنامج النقل التلفزي اللي باش تبعوا الجماهير اليوم، نعاودوا نسمعوا برنامج النقل اليوم. المنتخب الانجليزي باش يواجه منتخب قبرص في الساعة الواحدة بعد الظهر على القناة الوطنية الثانية. تشيكيا البرتغال الساعة الثالثة على القناة الوطنية الثانية أيضا. رومانيا فرنسا انطلاقا من الساعة 7 مساء، لقاء كبير باش تتابعوه على القناة الوطنية الثانية. هذه منتظرة. والثامنة إلى التاسعة ليلا ليتوانيا إسبانيا على الوطنية الثانية أيضا، يعني مواعيد رياضية عديدة عديدة. مشكورة القناة الوطنية. والثلاثة منتخبات ثامر بشبعهم من العشية جاءوا كلهم، كانوا سبق لهم أنه كانوا ضيوف لتونس باستثناء تشيكيا وإسبانيا. زوز منتخبات تتأهل من كل مجموعة. تفضل ثامر. يعني كما قلت لك إن شاء الله في المساء وفي الليل باش نشاهدوا مقابلات يعني مستوى أعلى من هكا بكثير، أعلى بكثير. يعني منتخب كما منتخب تشيكا، منتخب انجلترا، منتخب رومانيا، يعني تقاليد كبيرة في كرة قدم مصغرة، باش نلاحظوا يعني لياقة بدنية خير من هكا برشا، ولاحظوا يعني خدمة تكتيكية كبيرة. اي نعم. لهنا في كرة قدم مصغر يعني الخمسة من اللاعيبة اللي في وسط الملعب مطالبين يعني باش يكونوا ديما مستعدين للكرة بدنيا بدنيا وفنيا، باش يكونوا يهاجموا يدافعوا الكل مع بعضه يدافع، مش كما في كرة قدم 11. يعني بصراحة كرة كل قدم واحد عنده مركزه بالضبط، كل واحد مركزه، يعني فما تلقى لاعب ينجم كما نقولوا يلقى شوية وقت بالنفس يتنفس فيه شوية يرتاح شوية. كرة قدم مصغر لهنا إذا كان واحد من الملاعبية كما نقولوا يطيح شوية المستوى نتاعو الفريق الكل ينجم يضيع فيه. نعطيه لقيصر، ما لقيصر مؤسسة التلفزة التونسية تستحق الشكر، تستحق الثناء، لأنه خذت الشارة بتاع النقل هذا في وقت طالبت فيه عديد البلدان، العديد من البلدان الأوروبية طالبت معناها باش تكون عندها إمكانية نقل هذه. لكن شوف تونس ومؤسسة التلفزة كانت حريصة وتمكنت في النهاية باش تاخذ المباريات هذه وتاخذ حقوق البث، وهذا يحسب مرة أخرى بالضبط لمؤسسة التلفزة التونسية وأيضا للهياكل الساهرة. يعني محظوظة الجماهير الرياضية بتونس وخاصة الجماهير كرة قدم مصغرة بتونس، وهذه كما يقولوا في هذه بداية، ومازال إن شاء الله القادم أفضل.
كما قلت برشا مفاجآت في الطريق إن شاء الله. وكانت فرصة ثامر، كانت فرصة باش يوقف باش الجماهير التونسية تعرف الرياضة هذه كرة قدم مصغرة، كانت فرصة معناها بعدنا فيها شوية على كرة القدم وكرة اليد الكرة الطائرة، وجات الإمكانية لتقديم للتعريف بهذه الرياضة كرة قدم مصغرة وأيضا بكرة قدم الشاطئية. يعني الجماهير التونسية وقفت على نوعية أخرى من الرياضة اللي فيها رونق، فيها تشويق، فيها التنافس، فيها هدف، فيها هدف ثاني، وفيها أهداف بالضبط، وفيها أهداف. هاو دليل كنا نحكي، شوفوا هدف جميل، نفس اللاعب يسجل لا أو أندرياس بيروفيتش، هو نفسه بيروفيتش. وهو بعد الالعاب الاولمبيه ريو دي جانيرو والبرازيل 2016 ما قعدناش من غير رياضه، هكا الجماهير التونسيه باقي تواكب في تونس في الرياضه من كره القدم الشاطئيه للكره القدم المصغره. يعني المواعيد الرياضيه متواصله والجماهير الرياضيه في هذه الصائفه، هذه محاوله تذليل النتيجه بالمنتخب الاوكراني. وانا نقول لك خويا شكيب، الرياضه هذه كره القدم المصغره انا متاكد وانه باش تلقى رواج وباش تلقى انتشار كبير في تونس، لانه الشباب في تونس يعني مغروم برشا بكرة القدم، وخاصة الملاعب يعني مقاييس الملاعب هذية معناتها العشب الاصطناعي والملاعب هذه في تونس الحمد لله انتشرت بكثير، يعني حتى في المناطق الداخلية. لا وثمر تولي يعني فرجة أخرى ونوعية أخرى ومتعة أخرى متاع الرياضة، نخرج من الروتين متاع الجماهير والصخب هاي رياضة هادئة، رياضة تستقطب برشا لاعبين الأنظار. شفنا البارح 5000 متفرج في تزلكا في الدوري النهائي تونس ليبيا في كرة القدم الشاطئية، يعني حضور جماهيري قياسي، الناس خلات البحر وخلات الاصطياف. يعني الاهتمام كان كبير، الاهتمام كان كبير. وان شاء الله اخويا شكيب باش نشاهدوا من بدايه هذا الموسم، موسم 2016 و2017، وان شاء الله بقدره ربي من شهر اكتوبر ان شاء الله باش تنطلق يعني اول بطوله لكره القدم المصغره بتونس، وان شاء الله باش تكون فيها عديد الفرق، باش تكون فيها يعني مستوى ممتاز جدا على حسب ما شفنا من تحذيرات من عديد الفرق. الجمهورية شاركت في تظاهرات كبرى بالضبط، تزركت حولت إلى تايلاندا، شاركت في كأس العالم، يعني ولات عنا وربحنا فرنسا واحد مقابل شيء، عنا ولات عنا تقاليد بشوية بشوية، تقاليدنا تمشي وتكبر وإن شاء الله حظوظنا تمشي وتكبر زي ذلك، وطموحنا يمشي ويكبر أكيد، وبالطموح بالعمل. هذه محاولة من جانب المنتخب الأوكراني، الأسبقية ما زالت. موسكو كانت احتضنت كأس القارات في الأشهر الماضية، الوردانيين مارث كانوا حاضرين بالضبط. شوف يعني قيمة الحضور التونسي، يعني المناطق الداخلية متاعنا لقات حظوظ وافرة يعني بطبيعة الحال في المشاركة في هذه اللعبة، وهذا دليل على الاهتمام بهذه الرياضة، على العناية اللي تحظى بها هذه الرياضة. يعني وهذا اللي قاعدين نلاحظوا فيه يعني من الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة، يعني فما استراتيجية جديدة بكل صراحة، وأنه الكرة والرياضة هذه تدخل للمناطق الداخلية باش ديما تشع يعني حتى المناطق الداخلية كلها. التونسي طموح، التونسي قادر على التألق متى وجد العناية، متى وجد الدعم. التونسي قادر على التألق، قادر على النجاح. وهذه مثل هذه الرياضات ولا كرة القدم الشاطئية ثمر، يعني انت تعرف ومتاكد من هذايا، ولو ترويج للسياحه التونسيه اكيد، ترويج للصوره الحقيقيه نتاع تونس اكيد. نشوفوا احنا البارح 5 منتخبات، فرنسا، اسبانيا، ليبيا، الجزائر، اضافه الى تونس، ونشوفوا معناها الفنادق في مدينه تزركة كيفاش كانت معناها تعج بالضيوف. هذايا دليل وانه الرياضه هي المنفذ. هذا هو يعني يلزم نستغلوا الرياضة لمصلحة تونس. نعم. ككل، مصلحة السياحة، مصلحة صورة تونس يعني، وتلميع صورة تونس. ولا ضربت على العرض، نعم تفضل.
وهذه صورة تونس يعني الحقيقية، صورة تونس المضيفة، يلزم نواصلوا في هذا النسق إن شاء الله إن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله هذا يتأكد، وإن شاء الله هذا يزيد الدعم. يوم 27 في بودابست يوم الإعلان على اسم البلد اللي باش يحتضن هذه الكأس، برغم منافسة سنغافورة تونس إعلان احتضان كأس العالم 2017 كأس العالم 2017 في تونس إن شاء الله، والمنافسة بين تونس وسنغافورة والمنافسة بين كما قلت لك إن شاء الله فما وفد رسمي يعني باش يمشي لبودابست في خلال هذا الأسبوع وباش يحضر يعني هذه يوم الأربعاء إن شاء الله بقدرة ربي. يوم الأربعاء باش يتحول بقيادة رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة سيد أشرف بن صالحة، وإن شاء الله إن شاء الله يجيبونا الفرحة إن شاء الله بقدرة ربي. والسيد رئيس الجامعة والنتيجة سابر سمح لي قبل ما ننسى معلومة، باش تكون مع نهائي كأس تونس لكرة القدم بين الترجي الإفريقي معناها في الدربي يوم الدربي إن شاء الله، معناها تكون الفرحة كاملة إن شاء الله بقدرة ربي، فرحة كاملة بإجراء دربي على كل احتضان كأس العالم لكرة القدم مصغرة. أكيد يستنى كل الرياضيين كل على الساعة الخامسة قبل شوية باش نعدوا كل الساعات إن شاء الله. النتيجة هي المفروض باش تكون الخامسة مساء، لكن مع وجود دربي تونس الدور النهائي للكأس ثامر باش نحاولوا المنظمين يعني تكون النتيجة أسبق من لقاء الدربي، ويكون التشويق كبير في انتظار إعلان عن اسم البلد مباشرة من المجر. وأنا نقول بإذن الله تونس إن شاء الله بقدرة ربي، والنتيجة سيكون هي الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة بقيادة سي أشرف بن صالحة. حضروا يعني كل ما يلزم في هذا الملف، عملوا كل ما يلزم بالعلاقات بالمجهود بمالهم الخاص بالعزيمة، وكل المكتب الجامعي الحق اللي معاه اللي نعرفوهم الكل يعني حريصين جدا على أن تكون يعني تنظيم كأس العالم يكون بتونس. وبلغني ثامر وانه قبل الاعلان عن النتيجه في خلال هذا الحفل باش يتم عرض فيديو ترويجي للسياحه التونسيه قبل الاعلان عن النتيجه طبعا باش يتم عرض فيديو ترويجي للسياحه التونسيه للمدن السياحيه في تونس. يعني هذا هي الرساله اللي حابين نوصلوها، وهذا الهدف هو في الاخر يعني والتنظيم اذا كان ان شاء الله حطينا به وربحنا باش تحتضنوا مدينه الجم العريقة إن شاء الله. افتتاح باش يكون في قصر الجم والاختتام في قرطاج، يعني اختيار ما هوش قد تكون في أحد فضائيات قرطاج. نعم يعني الاختيار اختيار ممتاز جدا، اختيار قصر الجم في حفل الافتتاح. تم تشييد ملعب في قرطاج شركه خاصه اجنبيه وقت اللي نسمعوا انه حفل الافتتاح باش يكون في قصر الجم، اختيار ذكي جدا للامانه واكبر ربما. نعم 38 دقيقه لعب ثمر 2 مقابل شيء اسبقيه للمنتخب البوسني. كيفاش قعدت تلعب في الامور؟ يعني قعدت نستنى في كما يقولوا فيها رده الفعل نتاع المنتخب الاوكراني، كما قلت لك اللياقه البدنيه نتاعو متوسطه للامانه، ما نجمش يرجع في اللعبه. تعرف سامر لقاء انجلترا اللي تبعناه مؤخرا تابعوه تقريبا 33 مليون متفرج. شوف الارقام عاليه جدا على شاشه القناه الوطنيه الاولى. اذا ما زلتم مشاهدينا الكرام متابعين القناه الوطنيه الاولى في متابعه لمباراه المنتخبين البوسني والاوكراني الاسبقيه 2 مقابل شيء لمنتخب البوسنه، ثنائيه لبيروفيتش. هذا تغيير حارس مرمى منتخب البوسني. المنتخب البوسني كيف قال محلنا الفني الحكم ثامر بن سالم، نقترب شيئا فشيئا من نهايه المقابله ونهايه الشوط الثاني. باقي النتيجه لصالح المنتخب البوسني 2-0 اللي سجلهم نفس اللاعب رقم 7 بيروفيتش. ايش تتوقع ثامر حسمت الامور؟ يعني تنجم تقول وقاعدين نشوفوا اللي حتى المنتخب ترجع هذه خروج هجمة ممتازة وهدف ممتاز جدا هدف في آخر المقابلة. لا
للمنتخب الأوكراني اثنين مقابل واحد، وكأنه حب يجاوبنا قلنا حسمت الأمور بالضبط، لكن المنتخب الأوكراني عاد بقوة. هذه اللعبة بالذات كما نقولوا فيها لما ما فيهاش أمان، يعني اللعبة تقعد لآخر لحظة وآخر ثواني. قوليش كما كرة قدم داخل القاعة، كما كرة قدم هذه معناتها حتى يعني كما نقولوا فيها حتى اللي زابويم تاع اللي جوار في الملاعبية في ملعب كما هكا يكون خير يكون أحسن. وتو نشوفوا كما قلنا في مقابلات القادمة إن شاء الله بشوفوا المستوى الكبير ومستوى فني ومستوى متاع لياقة بدنية كبيرة. نعم. ونشوفوا الملاعبين يلعبوا الآخر لحظة. يعني هنا المنتخب البوسني على كل حال اثنين مقابل تفضل المنتخب البوسني يحاول يتحكم في اللعبة. نعم. يحاول يتحكم في مجرى ما تبقى من اللعب أو دقيقة بالضبط. هذه نهاية نهاية المباراة بين المنتخبين البوسني والأوكراني بتفوق منتخب البوسنة على المنتخب الأوكراني 2-1 بفضل ثنائية بيروفيتش، الهدف الوحيد للمنتخب الأوكراني عن طريق اللاعب رقم 11 إكسكيفياتش. هاو أمامكم كلادوف هو هدف، هو صاحب هدف أوكرانيا والثنائية لبيروفيتش. كيف شفت المباراة إجمالا؟ المباراة كان النسق نتاعها متوسط، ما طلعش المستوى عالي جدا، خاصة المنتخب الأوكراني كانت ردة الفعل نتاعو متأخرة بالقدا، يعني في الوقت الضايع في آخر المقابلة رجع بهدف. هذه هي كرة القدم المصغرة، يعني فيها فرق عندها تقاليد كبيرة، فيها فرق يعني كما نقولوا جديدة في حديثة العهد. بالضبط حديثة العهد. مستوى ممتاز، يعني نشوفوا حتى الروح الرياضية بيناتهم ممتازة جدا. متابعة معنا من كل فئات العمرية، يعني صغار شباب. هذا دليل على بداية إشعاع هذه الرياضة. أكيد هو شباب باش يكون يعني منبهر برشا باللعبة هذه، وكما قلت لك باش تكون سهلة الانتشار، يعني أيوة سهلة الانتشار. أيوة. بسرعة لقاءات خفيفة في ساعة، لقاء يبدأ في ساعة. إن شاء الله احنا نكونش كنا ثقال على المتتبعي القناة الأولى، إن شاء الله كنا خفاف كما المباراة اللي جمعت المنتخبين البوسني والمنتخب الأوكراني. مشاهدينا الكرام، نعطيكم بث البرنامج البث المباشر لبطولة أوروبا الأمم للكرة القدم المصغرة اليوم الاثنين 22 أوت 2016. البوسنة والهرسك أوكرانيا تبعتوه الآن على الوترية الأولى، تعليق شكيب الخويدي وهيثم وثامر بن سالم. الاثنين اليوم أيضا إنجلترا قبرص الساعة 1 بعد الزوال الوترية الثانية مع جميل سامي بوعزيز، ثم تشيك البرتغال في الساعة الثالثة بعد الظهر مع سامي بوعزيز، ثم رومانيا فرنسا اسبانيا ليتوانيا. مشاهدينا الكرام، أجمل تحية شكيب الخويدي ثامر بن سالم المحلل الفني. إلى اللقاء. إلى اللقاء. Here.